مهم بعد ما ارتحت شويه في ديك البلاصه استرجعت فيها شويه ديال الطاقه ديالي، شربت الماء، كليت شويه، شارجت شويه بورطابل، ودابا احنا كنكملوا الرحله ديالنا. طريق راهي في كتبان. كما كتلاحظوا قريب نوصل للدوار ديال فيزيندرا، او الجامع ديالهم هو الاول اللي كيبان من هاد الجهه هادي. مازال الطريق غادا، باقي ما دخلناش الدوار ديال فيزيندرا. كنلقاو هنايا اول منزل اللي كاين في الدوار، الدخله ديالو من هاد الجهه. ما كرهتش نلقى شي واحد يعطيني الماء. وهاد الدوار هذا كيما العاده
الناس ديالها بسطاء، عندهم الطبيعة زوينة، تاهما عندهم الهدوء، ما كانش التلوث، عايشين واحد الحياة هادئة. ومازال أنا غادي، ما كنظنش هذا منزل، إنما فيرما ولا شي حاجة. مهم، معليش، هذا هو المنظر الرائع من هاد الجهة هادي. احنا وصلنا للجامع، المهم حنا دابا في الوسط ديال الدوار ديال تيزندرا. وهنايا غادي نكونو وصلنا للنهاية ديال هاد الرحلة الرائعة. الصراحة كانت الرحلة واعرة بزاف بالمناظر ديالها التي لا تصدق الصراحة. مهم، تمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. هاد الرحلة هادي نحاول نقسمها إلى أجزاء حيتاش صورت بزاف. مهم، نخليكم وإن شاء الله نشوفكم في رحلة مقبلة